هل تتطلب ألعابك جهاز إمكانياته غير محدودة؟ إذا جهاز الجالكسي نوت 20 ألترا هو الجهاز المناسب لك. مع شاشة 120 هرتز بتقدر تاخذ ألعابك لشكل ما كنت تتصوره، هذا كله بدعم المعالج السريع والبطارية الذكية اللي تعطيك الفرصة انك تلعب طول اليوم. وبتقدر أصور فيديوهات احترافية جدا وتضيف عليها لمسات سينمائية من عندك. ولو استخدمت بعد الجالكسي بادز لايف تقدر تصور بدون أي إزعاج خارجي. وشيء ثاني حبيته في النوت 20 ألترا ان عندك خاصية الوايرلس سامسونج دكس، يعني بدون اي اسلاك تقدر توصل تلفونك في التلفزيون وتشوف اي مسلسل او فيلم تحبه على التلفزيون وانت قاعد تلعب في التلفون.